هذا الوضع المأساوي تعيشه منطقة تبني؟ تبدل المزروعات بأشواك؟ نلاحظ توفر أشواك بكثرة. أرض بور على مد النظر، كانت هذه الأرض مليئة بالمحاصيل الزراعية والأشجار، أصبحت الآن أرض بور. كما نلاحظ الأطفال يزرعون الأغنام، طبعا هذه المساحة الممتدة بالكامل ما يعني الريف الغربي بالكامل. نحن الآن تبني منطقة أصبحت بنسبة 45% بور. لاحظ الأرض القاحلة، ثم زراعة أكثر ما يقارب 2.5 سنين، أرض ملحية. أيام ناشد المنظمات الإنسانية الزراعية المساهمة. نبعد عن نار الفرات 3.5 كيلومتر ولا تصل نقطة من هذه النار. هناك المساعدة لا أكثر ولا أقل. الفلاح الذي تعب وعانى دائما من اقوى الفلاح في العام 2013 تعب اضعاف اضعاف. نلاحظ المياه القليله والمساحات الشاسعه، تسليط الضوء على هذا الواقع العنيف الذي ما احد الفلاحين حاجة انك تعطينا صورة
الواقع. أنت صرت فلاح. ماذا تعاني؟ هذه المياه حدثت معاناة. نلاحظ كمية قليلة جدا من المياه. ما المياه جوفية أكثر من هالمي ما يطلع. لجعنا إلها لأنه ما ظل النهر ما ظل الجمعيات انهارت، لذلك رجعنا على هالمي أبار. وهاي يعني راح تشرك الأرض سنتين مو تصير الأرض كلها ملح. أرض مالحة. مالحة أكيد ما تنشرب وتشربها، بس إجباري. يعني إن 10 إن 15 جونم أكثر من بس جونمين ثلاث ما تشرب. يعني بس ممكن تجي لها خمس جوانب، ولذلك إنتاجها يعني نص ما كنا نشتري على الفرع. إذا كنا ننتج أربعة ما تنجي كيس، الكيسين كان نشتريه من مسجد السود حتى ما خمسة، يعني كيسينات 5000 كيس بدون بدي كيس تطلع منها. مي كلفة المحرك المازوت غالي الجيل. كم يكلف الحفر مع المطار المي؟ يعني في قد التكلفة كاملة؟ الدونم إلا لا تكلفة الجيل مع الماكينة. ها شايف المطار هذا يعني قبل يعني هذا الشرف مع الماكينة حوالي 250,000 ليرة كورة. المحرك الحالو اليوم حقه 150,000 ليرة الحالو. ها مع الجيل تكلفة ربع؟ لا ايه او اكثر ذلك. نعم. هالساعة بالسوق بالرقة حقه 150,000 لحاله، تجي تربح حقه 30,000 البير مع الخراطيم هاي، يعني حوالي 250,000 ليرة سوري. هذا أحيانا ما ينجح المكان، حفر هنا حفر قاطع كلها تلفة. أنت كلف مصروفه مصروف الديزل. إيه مصروفه إيه؟ مصروفه عندك أسبوعيا ولا شهريا؟ يوميا نقدر نحسن، يوميا نصرف 20 لتر. انت كم لتر تشتري؟ اللتر نشتري احيانا 75، احيانا 100، احيانا 50. هذا نوع رديع. لا ويرجع يشرك المحرك هاي، يشرك بلانجور حنت بخاف حقن. كنا نشتريهن 200، بدنا نشتريهن 500، اليوم نشتريهن 5000 بلانجور على ما تجي من قد. كيف اقول لك يعني ما اقدر اوصفها. طيب هل المي هاي كفيك لسقايه كل اراضيك؟ لا بدنا نفلح صيف دونمين ثلاث، بالشتاء ممكن نفلح خمسه. ها ممكن. ايوه يعني كون ويرجع بقول لك الانتاج ينزل كل سنه ينزل. اخر شيء بدنا نوقفها الحرب. فانت مساحة عندك ويكون 15 دوانب، كم تفلح منها؟ نفلح منها 5 دوانب، 6 5 6 2 بالصيف، ومثل ما انت شايف شايفين؟ حشيشات والباقي هاي احنا 4 دوانب 5 4 ما فيها. طيب وثلثين الباقيات؟ الثلثين الباقيات ثاني السنة حاجة من دوانبين نترك على الناس. هذا اللي ظل البير ممكن البير يروح ما هو؟ لا كثير من الابار عندي 70-80 دير صار من منطقة التقني، يعني كل اكثرها نشت المي على راح. طيب المشكلة بحاجة عن من نزول الماء. الإعانة يشغلون محركاتنا جوا، يعطونا مازوت تصليح، الساعة تصليح في المكاين خربانة ما نقدر نصلحها. يعني أي تصليح فيها 500,000 Thank you.
مزروعة سابقا الآن ما نزرع منها في هذا الموسم إلا 2700 دونم نتيجة خلاء المازوت وكل المادة الجمعية الملاقية اللي كانت تتأمن هذا الأمر وهذا الموضوع تقريبا انتهت، مما أدى إلى مثل ما تشاهدين الأشواك والأراضي كأنها صحراء وال 2700 دونم هاي اللي جاء نحكي عنها بالاصل هي عباره عن ابار سطحيه قام الفلاح على نفقته الخاصه، وكل بير يكفي شيء 200,000 مع بور الميه. الانتاج لا يمكن يغطي تكاليف هذا التكاليف اللي يحطها الفلاح. نسال سؤال تقريبا فيها 3 ماكينات ماء، هاي كلياتها واقفه نهائيا عن العمل بسبب عدم توفير المازوت. طبعا نلاحظ توزع الابار السقائي، كم عدد الابار الموجوده؟ تقريبا 200 بئر سطحي، طبعا ليس ارتوازي، سطحي لانه يبعد الماء البئر 10 متر. العبارة السطحية هاي خلال 2 إلى 3 سنوات تخرج على الاستثمار، لأن الماء مالح مما يؤدي إلى تملح التربة، يؤدي إلى قلة الإنتاج، وآخر شيء تخرج نهائيا عن الاستثمار. نعم. هناك مشاكل تواجه المزروعات لاحظ هنا مثلا مروي بالمياه الارتوازية، نلاحظ ارتفاع لها تجاوز 1 طور التفتيح، فما هو السبب؟ السبب أول شيء هذا غسق ببير سطحي، وهذاك البير يعني تقدر بالكاميرا تطلع بالتصوير بير سطحي. الشغلة الثانية الفلاح عاد في المكان يأمن أكثر من المحفوظ، السماد غالي خلاص الفلاح تقريبا عنده انتهى نهائيا. تأثر على الملوحة طبعا صحيح. تأثر هاي الأرض إذا ظلت تسقى 2 إلى 3 سنوات تتملح التربة نهائيا، مثل ما تشايف هاي كانت تسقى سقية الري هاي من نهر الفرات، كان قطن ارتفاعه أكثر من متر او للمتر ونص تقريبا، اما هذا بسبب الماء اليوم يجيب المي بكره يرجع يشرب ما تروي الماء ماله. طيب كونك احد القائمين على هذا الامر ماذا توجه لنا؟ توجه لنا احنا عشان نرجع مثل حي الأراضي المعيشة على هذه الأراضي، فالسنة هاي نفلح قمح القسم القادم مع حدا سأعلم هذا الموضوع في ناس راح تمشي نهاية الأراضي وراح تنتهي نهائيا وراح تجوع. احنا مبدئيا ما
مادة الموظف وترجع المجموعات تشتغل مثل السابق. الوضع الزراعي هو الحقيقة سيء جدا، يعني الآن هذا الحقل هو حقل كبرى من التروازية، يعني نسبة البحر فيها عالية، ظهرت أن هاي النبتة اللي هذه نبتة صحراوية لا تنمو إلا في الأراضي المالحة أو المتملحة، مما أدى إلى تقزم النبات. طبعا تقزم النبات سبب رئيسي هو ارتفاع انتشار الأمراض. عدة أسباب انتشار الأمراض، أمام إنه ما في إمكانية للمعالجة الزراعية. اثنين، نتيجة المياه المتملحة، مياه التروازيات تسبب هذه الأمراض، الأمراض احتراق الأوراق أو غيره. النهاية مثلاً. هذا ما تعيشه في الأرض الزراعية في منطقة ريف دير الزور الغربي، بور تعاني من نقص المياه، مساحات شاسعة لم تتم زراعتها منذ أكثر من ما يقارب 2.5 سنين، لا يوجد فيها سوى الأشواك، كانت هذه الأرض خضراء ولكن نتيجة الظروف الاقتصادية أصبحت قاحلة، نتيجة التحطيم ضعف النفوس، زحف الكثبان الرملية، حشرات الأمتار، إضافة إلى انعدام القطاع النباتي، عدة تراكمت بكثافة وبسرعة خلال الأشهر القليلة الماضية، نلاحظ المساحات الشاسعة من البور، أراضي بور كانت بالأمس أرض زراعية اليوم أصبحت هكذا.
مشكلة التصحر كانت مشكلة عالمية وأصبحت الآن مشكلة محلية في ريف اليابسة الغربي. نلاحظ زحف الكثبان الرملية على الأراضي الزراعية. الجاهل من قبل عبد المال زحف الكثبان الرملية هذا مدخل تبعد 4 كيلومتر عن نهر الفرات وهي الآن أشبه بصحراء قائمة. طبعا هذه ساقية تعبت الآن بالرمل. لسنا طبعا نحن في السعودية، لسنا في الربع الخالي، بل في ريف دير الزور. بعد حالتها للتقاعد نلاحظ أنها أصبحت تفيء الحيوانات. انظر إلى حالها، تصور هذا الواقع. هذه لا توقف حاليا، وهي متوقفة عن العمل منذ انتهاء موسم الشتوي، أي منذ أوائل الشهر السابع تقريبا. فنتيجة غلاء الوقود وعدم توفره وكلفته العالية على الفلاح الذي لا يستطيع تحملها، لذلك ولم يعد بإمكان الفلاحين تغذيتها بالمال الذي يمكن أن تعمل من أجل سقاية محصول الصيف الذي يحتاج إلى سقايات كثيرة، وبالتالي استهلاك كميات من الوقود تقتضي كثير من المال. نعم،
انت سابقا ليس كل الفلاحين قاموا بالسقايه بل جزء منهم، وهذا الجزء خسر الموسم الصيفي، هذا صحيح؟ في موسم الموسم الصيفي في موسم الصيفي بعض المجموعات، هذه المجموعه تقريبا لم تعمل ابدا، هذه المجموعه لم تعمل الا في على نطاق قريب في الاماكن القريبه التي تكون تكلفتها اقل. اما الاماكن البعيده وهي تقريبا توصل الماء الى حوالي 2.5 كيلو متر عبر الاراضي الزراعيه تصل الى اطراف الباديه، لذلك الاماكن القريبه من النهر كون سقايتها، وكثير منها يعني رغم تكلفتها العاليه اما من اجل خضر للاستهلاك البيت او بعض وليس من اجل التسميه، الحطب الذي يضطرون لايجاده من اجل الخبز. عاجزين عن إدارة هذه المحركات من أجل زراعة أراضيهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية إلى هيئات الإغاثة أو الائتلاف الوطني أو أي جهات بإمكانها مساعدتهم من أجل تأمين المال مساعدة الفلاحين لزراعة هذه الأراضي التي أصبحت وللأسف بور ولم يعد الفلاحون يستفيدون منها شيئا. نشكرك جزيل الشكر أستاذ الكريم على هذا اللقاء. حل هذه المشكلة الداعمين للفلاحين. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك وكل شيء.